كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية. أصبح اليوم كأن دستورنا الكتاب والسنة ثم البترول. هذه خطيرة جدا. إحنا صار عندنا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع. هذه خطيرة، وهذه اللي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جدا في السنوات الماضية. ما حجم المخاطر لو ما سوينا هالشيء، لو ما عملنا هالإجراء بيكون احنا في مخاطرة عالية جدا. سوف نبتكر أكبر مولد طاقة شمسية في العالم في نيوم. ومستمعينا، للحديث عن مشروع الطاقة الشمسية العملاق الذي سينفذ قريبا بإذن الله في المملكة العربية السعودية، ينضم إلينا الآن المهندس فهد الرفاعي، مختص في الكهرباء والطاقة الشمسية. أرحب فيك مهندس فهد. حياك الله أستاذ أداء، حياك الله، حيا المستمعين. طبعا هناك مثل أو هناك حكمة، الآن الاحتلال الاقتصادي أقوى من احتلال الأرض. الطاقة الشمسية هي الآن الطريق إلى الاقتصاد العالمي بإذن الله عز وجل والمستقبل. كيف تنظرون إلى المملكة العربية السعودية واستثماراتها في هذا المجال؟ طيب، أول شيء أشكركم على الاستضافة في برنامجكم وقناتكم العزيزة. الحقيقة لما نتكلم عن يعني انتهاء بالكلمة سمو ولي العهد الكريمة اللي في موضوع الإدمان على النفط، وفعلا اقتصادات الدول حقيقة لابد أن يكون يشوبها التنويع في موضوع الطاقة. فكوننا إحنا الآن رواد وأكبر منتجي النفط في العالم، هذا لا يعطينا الاطمئنان الدائم، لأن النفط سيكون هو المسيطر لعقود أو للسنوات القادمة. لابد أن يكون هناك دائما تفكير في الأجيال القادمة وفي مدى إمكانية تنويع مصادر الطاقة لازدهار الأشياء اللي تأتي خلف وجود مثل هذه التنمية الطاقة. جميل مهندس فهد، إلى ماذا نعول بنجاح مثل هذه المشروعات في المملكة العربية السعودية؟ هل للمساحات الشاسعة للصحاري في المملكة العربية السعودية دور في هذا الشيء؟ نعم، الحقيقة في اللبس عند كثير من يعني القارئين أو المهتمين عند اللي يسمعون عن موضوع الطاقة الشمسية، وليش يعني مثلا دولة بحجم المملكة العربية السعودية في إحدى الدول الحزام الشمسي، اللي الشمس عندنا تكاد تكون حتى إلى قبل صلاة المغرب بدقائق، ومع ذلك إحنا لسنا من الرواد. الموضوع حقيقة يأتي له خيارات اقتصادية، يعني هو الموضوع ليس فقط أنه أنت عندك مورد ولازم أنك تجيب تستفيد منه، لا، أنت أيضا عندك مورد كان منخفض السعر ومتوفر بشكل كبير جدا، ممكن أنه العقود السابقة استفدنا من النفط بشكل جيد وإلى الآن ومستقبلا. السبب أنه الآن توجه الدولة لتنويع مصادر الطاقة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح هو زي ما تفضلت يا أستاذتي، أنه فعلا عندنا إحنا مساحات شاسعة ممكن أن نبني فيها محطات شمسية. جميل. دون أن يؤثر على البيئة، دون أن يؤثر على الحياة في المدن أو في القرى، دون أن يؤثر على المزارع، وبالتالي أنت راح تضيف. أنا لو أحب أعطي معلومة سريعة كذا، إحنا محليا كل يوم في السعودية داخل السعودية نحرق أكثر من 4.5 مليون برميل من النفط فقط للاستخدام الوطني، يعني ما بين كهرباء وما بين مواصلات. تتصور هذا الشيء لو تم تخفيف الضغط هذا وتم تحويل هذه المشتقات إلى صناعات تحويلية عن طريق الشركات سابق، أو عندنا في المدينة في جيزان اللي ممكن نصير نصدر البترول بس على شكل خامات مواد مصنعة، وناخذ الجزء اللي خففنا منه من الضغط ناخذه من مصدر آخر زي الطاقة الشمسية. لو تذكرون قبل تقريبا أقل من سنتين أو ثلاث إحنا فتحنا عروض في من طريق وزارة الطاقة أصغر، كان بأقل سعر
تقريبا 7 هلالات او اقل من 7 هلالات كان المشروع للكيلووات. الان سمو وزير الطاقه يعلن عن مشروع اضخم وبسعر اقل عالميا. هذا يعطيك انطباع انه الدوله يعني منتبهه لهذا الموضوع وموضوع التنويع في المصادر. بالنسبه للجامعات ومراكز الابحاث في المملكه العربيه السعوديه، خاصه دور الجامعات في هذا الجانب، يعني ممكن الاستفادة منها في تشغيل جامعة، يعني هناك محطات للتوليد الكهرباء في الجامعات، يعني لماذا الحرمين الشريفين يعني ربما يمكن، هل يمكن الاستفادة من هذه المشروعات في تشغيل الجامعات، في تشغيل محطات قطار مطارات؟ أحسنت أستاذي. الحقيقة عشان ما يكون في خلط بين الموضوع اللي ممكن الاستراتيجي الضخم اللي هو موضوع المحطات الشمسية وموضوع اللي هو المحطات الشمسية الصغيرة أو الكبيرة بس تكون خاصة بالقطاعات، مثلا بقطاع تجاري أو حكومي مثلا أو حتى سكني، يعني هي التشريعات بفضل الله إحنا مكتملة عندنا، التشريعات والسياسات في هذا المجال مكتملة. زي ما تفضلت ممكن زي جامعة مثلا زي جامعة جيزان فيها مسطحات كبيرة فوق المباني، ممكن على الأقل جزئيا يتم تشغيل عدد من المباني يعني على الطاقة الشمسية، وهذا الشيء ليس يعني صعب لأن التجربة قائمة الآن في جامعة كاوس في المنطقة الغربية. عندنا الجامعة عندها أكبر محطة كان في البدايات كان أكبر محطة شمسية سعودية متصلة بالشبكة. عندنا أرامكو عندها مواقف سيارات كاملة مغطاة بالألواح الشمسية ويتم تزويد المواقف هذه وأجزاء من المباني بالطاقة الشمسية من خلال يعني مشروع ما أقول عنه محطة أكثر من أنه مشروع خاص. نعم. مهندس فهد، أبرز المجالات التي ستستفاد أو ستستفيد من هذا المشروع مشروعات الطاقة الشمسية المختلفة؟ ممتاز. احنا متفقين على انه الهدف من تنويع مصادر الطاقة هو ان يكون عندنا امان الوطني لموضوع الطاقة، يعني ما نصير نعتمد على مصدر واحد في يوم من الايام يحصل يعني اختلاف في المتطلبات فما نكون جاهزين. اعطيك على سبيل المثال الآن الدولة من خلال وزارة التجارة سمحت باستيراد السيارات الكهربائية. صحيح. فالسيارات الكهربائية هي ليش أصلاً جت الفكرة منها؟ جت الفكرة منها اللي هو لأنها صديقة للبيئة. يعني راح تقلل من انبعاثات الكربون. فما هو من الحكمة إني أجيب سيارة كهربائية صديقة للبيئة وأشحنها بطاقة كهربائية استخرج من البترول اللي هو يعتبر غير صديق للبيئة 100%. صحيح. فالآن إنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية غالبا حيكون من خلال وحدات يعني متجددة أو نظيفة. أعطيك مثال آخر، المدن الذكية الآن اللي قاعدة تبنيها المملكة اللي هي اليوم ومشروع الجدية، هذه كلها اسمها مشاريع مدن ذكية. مشاريع المدن الذكية بنيتها التحتية حاجة تسمى السمارت جريد اللي هي الشبكات الكهربائية الذكية. الشبكات الكهربائية الذكية لابد أن يكون أساس الطاقة اللي مربوطة فيها مصادر طاقات متجددة زي إيش اللي هي الطاقة الشمسية أو الطاقة صديقة للبيئة. نعم. وحتى في مجال التسليح يمكن استخدام الطاقة الشمسية أيضا. صحيح. إحنا بفضل الله عندنا شركة رائدة اسمها شركة الإلكترونيات المتقدمة، شركة وطنية هذه موجودة في الرياض من زمان حقيقة. المشروع كان تقدم صناعات وطنية لأجهزة مساعدة لأنظمة الطاقة الشمسية، وبدأوا هذا الموضوع مع القوات المسلحة. يعني يصير عندنا الوحدات مثلا الجيش في الأماكن النائية يكون عندهم زي البراد مشغل كليا بوحدات طاقة شمسية، والوحدة اللي قاعدة تحول الكهرباء من الألواح إلى المستهلك اللي هو مثلا هنا الجنود مصنعة 100% في السعودية. يعني هذا مشروع إنفرتر اسمه شمس، يعني شيء يعني الكلام هذا من أكثر من 10 سنوات ليس جديد الحمد لله، يعني الشيء هذا عندنا متقدمين. نسأل الله عز وجل أن يوفق هذا الوطن
وأن يحفظ لها قادتنا وولاة أمرنا، لأن في يعني دولة تهتم بما يخدم المواطن وبما نستطيع من خلاله الدفاع بكل ما نملك عن الحرمين الشريفين. بإذن الله. المهندس فهد رفاعي المختص بالطاقة الكهربائية والشمسية، شكرا جزيلا لك مهندس فهد، ونتمنى دائما أنك تكون ضيف جميل ورائع حول هذا الموضوع دائما معنا، نسعد بك كثيرا حفظك الله. شكرا لكم والله، وهذا الشرف لي كبير جدا، أعطيكم العافية. شكرا جزيلا.